السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوف في هذا الفيديو طريقة تغيير الوشيعة أو لابوبين دان كونتاكتور من 224 كي. إذا كما كتشوفوا في هذا الكونتاكتور عندنا جاي في 220 فولت، وعندنا بينا نشونجيو بهاد البوبينة اللي هي فيها 24 فولت. طريقة سهلة جدا. أول شيء نأخذ الكونتاكتور الجديد، نقوم بفتحه ونقوم بفصل الوشيعة أو لابوبين على هذه الطريقة. كما تلاحظون وشيعة 220 فولت، 220 فولت، تردد 50 أو 60 هرتز. نفتح من الطرفين، الطرف الأول ثم الطرف الثاني على هذه الطريقة، وهكذا نكون قد فتحنا الكونتاكتور. هذا هو مكان الوشيعة، نقوم بتغييرها ووضع مكانها الوشيعة الأخرى. كما تلاحظون الوشيعة 220 فولت سلك أصفر، أما الوشيعة 24 فولت فهو سلك قريب إلى الأحمر وسلك غليظ، لأن كما نعرف كلما رتفع التيار كلما ارتفع كلما انخفض الجهد والعكس. إذا هذه هي طريقة التغيير. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وشكرا. في فيديو قادم إن شاء الله.